اكتشف علماء الآثار حمام بخار قديم استخدم في حضارة المايا، على الأرجح للقيام بالطقوس الدينية وربما من أجل الاسترخاء، قبل أكثر من 2500 عام. وكان حمام البخار الذي اكتشف في مدينة ناكوم القديمة في حضارة المايا والتي تعرف الآن بغواتيمالا يحتوي على أوعية خزفية وأدوات زجاجية. أما بالنسبة للقطع الأثرية فكانت تستخدم في عمليات الطقوس، وكلاً من شعب المايا القديم والحديث يربطان حمامات البخار بالنشاط الطقوسي. على سبيل المثال، من المحتمل أن النخبة القديمة بما في ذلك الكهنة استخدمت الحمامات ليس فقط لغسل أجسادهم ولكن أيضاً لتطهير أرواحهم. وعن كيف علم العلماء أنه حمام وليس مقبرة؟ يصف أحد العلماء قائلاً: بدأ حمام البخار بالتأكيد على شكل كهف عندما اكتشفه علماء الآثار لأول مرة. أولاً وجد الفريق نفقاً مائلاً إلى الأسفل منحوتاً في الصخر، لكن هذا النفق في الواقع صمم لتدفق الماء الزائد في حمام البخار. وأشار علماء الآثار إلى أنه تم تشييد الحمام بطريقة تسهل الدخول إليه، فعلى جانبي النفق سلالم تؤدي إلى غرفة البخار، تلك التي تحتوي على مقاعد من الصخور حيث يمكن أن يجلس الحراس، وعلى الجانب الآخر من المدخل يوجد موقد بيضاوي الشكل حيث من المرجح وضع حجارة كبيرة ثم تسخينها ثم رشها بالماء لإنتاج البخار.